اليوم الطويل الذي انتظرناه بين خوسيه ماريا بارتوميو وخورخي ميسي يبدو أنه إلى حد الآن لم يصل الطرفين إلى اتفاق بشأن إما بقاء أو رحيل النجم الأرجنتيني. والده متمسك بقرار رحيل كما ابنه، أما خوسيه فهو يريد بقاء ميسي ببرشلونة ببساطة لكي لا تعلق مشنقته في كاتالونيا بين قوسين. هنا بحال هذا الاتفاق لم يحدث، ما الذي يجب أن يفعله ليونيل ميسي أو ما الذي بيده أن يفعله النجم الأرجنتيني؟ سيذهب ميسي ووالده حتى فريق الذي سينتقل إليه والمرشح هو مانشستر سيتي إلى نقل طلب نقل مؤقت من الفيفا. كيف سيحدث هذا الأمر؟ سيقوم الاتحاد الإنجليزي بتقديم طلب للاتحاد الإسباني تحت تغطية ورعاية القاضي الموحد بهذه القضية والذي هو الفيفا، بدوره الاتحاد الإسباني يحولها لرابطة الليغا التي طالما قالت أن ميسي ليس للرحيل، وحتى أنها كانت بصف برشلونة عندما سئل رئيسها تيباس لصحيفة الموندو ديبورتيفو، قال يجب أن يبقى ميسي في برشلونة، أكيد لأن ميسي يأتي بإيرادات إعلامية كبيرة للليغا الإسبانية. هنا بحال رفضت رابطة الليغا، سيتجه مانشستر سيتي لطلب مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يطلب منه طلب نقل أو انتقال مؤقت، وهذا سيوافق عليه الاتحاد بنسبة كبيرة جدا إن لم تصل إلى 100%. عندها سيصبح ليونيل لاعبا رسميا لمانشستر سيتي، لكن الأمور لن تتوقف هنا، لأن برشلونة بإمكانه أن يأخذ الإجراءات القانونية فيرفع دعوى على ليونيل ميسي في محكمة العمل في برشلونة، المكان الذي وقع فيه العقد بين اللاعب والنادي، بأن هذا اللاعب فسخ العقد من طرف واحد دون سبب مقنع ودون حتى أن يدفع قيمة الشرط الجزائي. يلعب ميسي مع مانشستر سيتي لمدة موسم ويخرج الحكم من الفيفا بموجب دفع مانشستر سيتي وليس ليو ميسي، لأن ميسي أصبح على كشوفات سيتي، ففريقه هو من سيكون مسؤول عن الدفع في هذه المرحلة. يدفع مانشستر سيتي ما سيحكمه الفيفا ربما تصل إلى 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بحال كان برشلونة محقا في كل بنوده. يعني أن الصفقة ستصبح أصعب وأصعب بكثير، لأننا نتحدث أصدقائي عن 700 مليون يورو تقريبا ستذهب لبرشلونة بحال حكم الفيفا لذلك بعد سنة، إضافة إلى راتب اللاعب الأرجنتيني على 5 سنوات المقدم كما تحدثت ديلي ميل، 3 مع السيتي و2 مع نيويورك سيتي، ستصل إلى 700 مليون. في نحن في الحديث هنا عن 1,400,000,000 يورو تفاصيل الصفقة، صفقة ضخمة جدا ستكلف الشيخ منصور، لكن بكل تأكيد هو بإمكانه أن يتمها، لأن ميسي سيعيد للنادي بيع قمصان من إعلانات حتى البريمير ليج وحقوق التلفزة كلها إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في هذه المعركة أمام برشلونة وإدارة خوسيه ماريا بارتوميو، بانتظار ما ستسفر عنه آخر المستجدات في كاتالونيا غدا وحتى في بروكسل.